يا انتبه من ضربه الخاف مثل معروف. الحصان لما يكون خايف او جافر لو ضرب او لعب او لو هجم او لو عض او لو تصرف تصرف معين يكون اخطر من لما يكون عارف ايش يسوي. يعني حتى مو بس الهروب والانطلاق وفقدان التحكم اصعب فيه لما يجفل، حتى لما ينوي يسوي شيء معين فيه اقدام ده الهروب، لو يحاول يهجم عليك او يعض عليك الى اخره، يفسك فرس تفسك تدافع عن ولدها الى اخره، كل ما كان خايف كل ما كان ضربه اقوى في مخاطره وليس العكس. فمن اكثر الاشياء اللي ممكن تلاحظ الملاكمين حتى مو اي واحد يسويها او في اليو اف سي وغيره، الشخص اللي يقدر يضربك وهو متراجع، يعني وانت رايح لناصي هو قاعد يوخر عنك براسه وجسمه في نفس اللحظه دي يعطيك قاضي يضربك. نادر ما يقدرون يسوونها، بس لو سواتهم قويه من اثناء تراجعه يضربك، معناته يحط قوته كلها في رجل السفلى ثم يحط طاقته كلها في اليد، فيضربك اثناء التراجع يكون مره ثابت جسمه وهو راجع ثم يعطيك ضربه قويه. هيك في الخيل مرات الحصان وهو راجع سواء في الجود وانت قادر تعطيه امر رجوع الخلف او تبدع عن خيل او شيء زي من هالقبيل، اثناء الرجعه فجأة يعض فجأة يهاجم يعض ثم يسوي اللي يبغاه. اذا كان عندك دقه كافيه بترد بسهوله بتجمع اخر لحظه، اذا بغى يعض اخر لحظه يوخر عنك يوصلك في النهايه يوخر عنك. لكن اذا كان عندك عدم دقه عاده تزليقك يكون احسن من جمعك ودقتك في الجمع. التذكير برضه ما يكون بالشكل المطلوب، بس مرات نفس سوء دقتك في الجمع. عاده اصعب شيء هو الجمع انه يبغى مهاره يبغى موهبه، فالحصان يحس انك تزليك مقبول فتكيتك تمشي الحال لكن جمعك مو بالشكل المطلوب. ايش يسوي؟ يسحب ثم اذا حشرته او زلقت تزليك مو مضبوط فجاه فضى، ان جمعت زياده او جمعت اقل استغل الفراغ عليك وفعل ما يريد. هذاك في لغه الجسد تلقاه يتراجع عنك او ارضاء لك مثل ناصي وتبغى يدق ريوس عنك بدوك، يعني بدون مقود او حبل الى اخره، وفي اللحظه اللي هو راجع فجاه يمد ركبته يحاول يقرط او يحاول يعض. فالحصان اثناء الخوف او اثناء الجفله او اثناء التراجع قد يكون اخطر من نواحي من الحصان في حاله التاهب او انك تتوقع يسوي الشيء. ذاك المهلب بن ابي سفره يقال اتعب الخوارج غثهم استقعدهم في جميع الاماكن اللي حرمهم فيها، فكانوا مرات يعزلونه يحطون ولات اخرين ومرات يولونه، فكان يتعبهم في الموضوع هذا. ذكرت حتى كم مره صوره في يعني الموضوع نفسه اللي هو فكره انه في الليل لما يجون ينامون حتى لو كان منتصر في المعركه او منهزم دائما ما يعطيهم فرصه انهم يجون وهو نايم، يعني دائما يحط حرس حتى اثناء عدم توقع الهجوم. هل يغث ان كان يسوون يجلسون في النهار ينسحبون وغيره فيجون لما يكون الشخص نايم او مو متوقع الشيء او جرحه بعد المعركه وغيره يهجمون عليهم فجاه يحوسونهم. ما كانوا يدرون على الشيء ده مع المهلب، كان دائما يكون حريص في الاوقات اللي ما يتوقعون هجوم الخوارج يتوقع هجومهم ويحاول يحمي الجيش اللي معه منهم. بالفعل تنجح الفكره. ده كان يسمونه الساحر من كثر ما هم يستقعدهم في اغلب المعارك، كانوا يرون انه يستعمل السحر في معارك ضدهم. الحصان مو في الاوضاع اللي انت متوقع انه يعض ويهاجم وغيره تكون فكره مثل تقام، في الاوضاع الاخرى تكون خامل. بالعكس في الاوضاع اللي ما راح يسوي شيء فيها فتكون قام كامل جهوزيه. طبعا ما يعني كامل جهوزيه انك توضح له انك خايف او انك متردد او غيره، لا قصدي كامل جهوزيه من ناحيه الدقه. نعم الحين صرف معك راكب ما في اي شيء في يدل على الحذر ولا، بس ما تلاحظ انه في المقاطع لما يحاول يقرب مني يعض يلعب هذا مدرب زين عرضه كله لعب، ما تلاحظ انه يوصل للصدر ثم يوخر على طول يعني بدون ما يعني بيد واحده. ما تلاحظ انه لما يوصل المكان يبغى يعض مثلا بحاول اقرب اعطيه فرصه لاحد شوف طبعا ما راح يسويها الا من نفسه، بس ابغى احاول اقرب عشان اعطيك فرصه للحركات يسوي مرات يحاول يعض يقرب اني ماسك بيد واحده واصور بيد الثانيه فيتجرا يلعب. ما تلاحظ ان فقط مواكبتي للي سواه يخليه في اخر لحظه يوخر، ما يوخر زياده نفس الوقت ما يتجرى زياده. وش اللي حاصل؟ اللي حاصل انك عصبيا جاهز لرده فعل صحيحه بصرف النظر عن وقتها، مو بكون في وقت الجد المتوقع اجيب كل ما عندي ثم في وقت السلم ما عندي سالفه. زي اللي تلاحظ بعض الناس يكونون في المسار وفي الخبب عادي مو مهتم، ثم لما يجي هذا يبغى يجيب قمه الاتقان. هذاك في الجود، الجود العادي ما في اي دقه مع الحصان، ثم لما يجي عند الخيل يبغى يتحكم. لسان حال الحصان يقول اذا اعصابك طفت هناك كيف تقدر تشغلها هنا؟ القادر على تطفيه اعصابه هنا بيطفيها هناك، والغير قادر على تطفيتها هناك المفروض يكون غير قادر على تطفيتها هنا. فدائما انتبه من الحصان وقت او في الاوقات اللي تتوقع انه ما راح يسوي شيء دائما تكون قادر على رده لو نوى، مو بشرط انه بينوى بس لو نوى المفروض يكون قادر على رده. ما ابغاه ما يحاول، ابغاه حتى لو حاول يفشل، ما ابغى الحصان ما يخاف وما يجفل، ابغاه حتى لو جفل او خاف اتحكم فيه.